صوم هؤلاء الأبطال الذين يسعون على أرزاقهم وعلى أرزاق أولادهم ويبذلون في سبيل ذلك جهدا عظيما ومضنيا، قد يحتاج معه الإنسان إلى أن ينظر في قضية الصوم مع هذه الأعمال الشاقة، هل بالفعل هناك من تيسيرات بناء عليهم بناء على عملهم، أو أن ليس هناك تيسيرات بل التكليف عام ولا عبرة بالجهد المبذول أو القدر من الإرهاق الحاصل من نتيجة عمل هؤلاء، أو أن هناك تيسير لكنه منضبط بإطار شرعي معين. نحتاج إلى أن ننظر إلى هذه المسألة لكن في إطار كلي، وهو إطار قضية التيسير في حد ذاتها المرتبطة بالشريعة. لذلك نحن نستطيع أن نقول بأن الشريعة الذي ينظر في جملة التكاليف التي نزلت من الله سبحانه وتعالى وكلف بها الإنسان في جانب الأوامر بصفة خاصة، يلحظ بأن هذه التكاليف هي في مقدور المكلف، يعني لا نستطيع أن نقول بأنها فوق الطاقة ولا فوق قدرة الإنسان، لا، هي في متناول الإنسان العادي الطبيعي الذي ليست عنده ظروف معينة. ومع ذلك الشرع الشريف حتى في هذه التكاليف القليلة بيجعل للإنسان فسحة في أن يسيح بين هذا العطاء العلمي للعلماء ويختار الأيسر من هذه الأقوال، لأنها كلها في الحقيقة اجتهادات صادرة عن أولئك الأعلام الكبار، وراجع كل هذه الاجتهادات إلى المصدر الأول الذي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي سنته الشريفة المطهرة وفي تصرفه الكريم صلى الله عليه وسلم عندما كان يطبق أو يبين لنا القرآن الكريم ومدلولات القرآن الكريم.